أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. في كل حلقة من بيت العيلة بنستضيف أسرة مصرية متميزة، بنتعرف على أفرادها وبنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه. الحوار ممتد والمجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم مرة تانية في بيت العيلة مع أسرة جديدة. أسرتنا النهاردة أو رب الأسرة بالتحديد اختار العمل العام، جعل همه الخاص يبقى همه العام، هو فعلا مشغول بقضايا ومشكلات وطنه. رب الأسرة اللي معانا النهاردة حاول أكتر من محاولة قبل ما ينجح ويوصل إن هو ينجح في تحقيق هدفه في النهاية. هو عضو مجلس النواب عن دايرة بولاق الدكرور الأستاذ محمد الحسيني مع أسرته. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. نبدأ نتعرف بقى بالأسرة. زوجة أستاذة أماني، أهلا بيكي. معانا الأولاد، في عضو بس من الأسرة ما جاش اللي هي التوأم إسراء. أيوة. هنبدأ برضو بالكبير، اتفضلوا عرفوا نفسكم. أحمد الحسيني، بكالوريوس كمبيوتر ساينس، حاليا بدرس اعلام في التعليم المفتوح. بس اهلا وسهلا. اتفضل. اسراء، بكالوريوس تجاره وبشتغل موظفه حكوميه. اهلا وسهلا. ومع ليكي بقى توام اسراء. أوه. ليها توام. ايه بس. أوه. ايه متزوجه وعندها اولاد وظروفها منعتها انها تحضر معانا اللقاء. وبعدين الاء ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي. والصغير بقى خالص الحسيني. على اسم الجد الحسيني. على اسم الجد، اهلا بيك. والحسيني بقى ده قصه لوحده، وعنده مواهب كتير وما شاء الله، حافظ جزء كبير جدا من القران وشاطر جدا في الالقاء. فهنرجع للحسيني عشان هو موضوع بصراحه كل فرد من الاسره يستحق وقفه يعني جامده، ده حقيقي بجد. بس انا همشي زي ما انا متعوده في كل حلقه، ان انا بحب اعرف واعرف الساده المشاهدين بدايه التعارف بينكم كان ازاي، اللقاء الاول، النظره الاولى، حب استطلاع بقى يعني. اتفضل. والفداء طبعا بشكر البرنامج واداره البرنامج، والحقيقه سعيدني ان اكون في التلفزيون المصري، واشد للمؤيدين ان التلفزيون المصري يعني يعود بقوه، ان احنا انتمائنا الحقيقي يحتم علينا ان احنا ندعم التلفزيون المصري. فيما يخص كيفية بقى الزواج تم ازاي، الحقيقة ده نقدر نقول ده بالبلدي كده اسمه نصيب. والحقيقة انا كنت شفتها كده في عادي خالص، ومن هنا اتعرفت على الأسرة الكريمة وتقدمت لها. بنحرج دايما ان احنا نقول لو في اعجاب، لو في يعني استلطاف، مش كده استاذ اماني؟ حتى بتضحك يعني. والطبيعي طبعا بيبقى في شيء من التوافق طبعا، اكيد طبعا مفيش زواج بيتم لما يكون في توافق بين الاسرتين وبين الزوج والزوجه. الحمد لله ربنا كرمنا وكان الزواج في فتره بسيطه جدا يعني، والحمد لله. والله قد ايه يعني من اول ما شافك لغايه لما اتجوزتوا فعلا وارتبطتوا قد ايه؟ هي 8 شهور. بالظبط كده. ده بسرعه يعني. كان واضح ان الاعجاب كان يعني كان جامد يعني. بس ما شاء الله يعني، واكيد المشاهدين هيبقوا معايا، محدش يقول ان الاستاذه اماني هي ام لاولاد كبار كده ولكل ما شاء الله العيله دي يعني الاسره دي. الحمد لله. قبل ما نتكلم على المواضيع العامه مع حضرتك، وزي ما ذكرت في البدايه ان نجاحك انك تبقى عضو مجلس النواب ده ما جاش بالصدفه، جه بعد اكثر من محاوله. الاول عايزه اقف عند، انا قلت ان الحسين يستحق وقفه، لا احمد كمان وكل فرد في الاسره. احمد، انا لفت نظري ان انت بعد ما اتخرجت من بكالوريوس كمبيوتر ساينس رجعت تاني تدرس تعليم مفتوح اعلام. ده اذا كان يدل ان في اصرار هنا، في شخصيه طموحه. هو انا بعد ما خلصت ثانوي كان طموح عندي ان انا ادخل كليه اعلام، بس ما حالفنيش الحظ طبعا. ف
رغبتك الاولى كانت اعلام بس التنسيق يعني درست كمبيوتر ساينس، وبعد ما خلصت وكانت الكليه قافله اول ما فتحوا قدمت الحمد لله، ودلوقتي خلاص الترم الاول. لو تلاحظوا احمد شكله صغير، هو 28 سنه لكن شكله كمان اصغر، وهو على فكره عريس جديد يمكن شهرين بس ثلاثه، ورغم كده رغم انه عريس ورغم ان هو مشغول جدا بشغل مع والده من وهو بيدرس، الا ان هو اختار انه يكمل دراسه في التعليم اللي بيحبه، ودي حاجه يعني اهنيك عليها، واهني الوالد والوالده ان اكيد لعبوا دور جامد. اه طبعا طبعا في القصه انت معترف يعني. طبعا طبعا الحمد لله. بابا كان ليه فضل اساسي في مش في الجامعه بس، في حياتي كلها طبعا، وفي شخصيه احمد نفسها. وبابا وماما طبعا صحاب فضل في كل حاجه في حياتي طبعا. ما كنتش ساعات بتفهم تصرفات بابا معاك ان هو زي ما بنقول كده ببساطه انه يجر رجلك معاه في شغله الخاص، ان هو لا انا عايز ابقى زي ما بيقول كده خارج الباب قبل يعني؟ ما لا 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 حسيتش طبعًا. لا 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 طبعا. وانا كان بابا معودنا دايما من صغرنا ان الواحد لازم يعتمد على نفسه ويشيل مسؤوليه. من وانا بدرس كنت خلص مثلا الدراسه بتاعتي واروح مع بابا شغل خاص، وكنت ببقى مبسوط جدا يعني، شاب في سني يقدر بيصرف على نفسه، وبابا معلمني ان انا اعتمد على نفسي من صغري. فدي حاجه كانت الحمد لله كويسه، بترفع من روحي المعنويه دايما ان انا من صغري بقدر اعتمد على نفسي طبعا اكيد الحمد لله. الحسيني بقى الصغير، الحسين صغير حتى من نظرته وضحكته كده موضوع كبير يعني. انت المفروض في سنه اولى ابتدائي ولا مش كده؟ صح، اولى ابتدائي. وعارفه ان انت في الرياضه، مهتم بالرياضه، ايه بقى في الرياضه؟ كرة قدم وسباحة. كرة قدم، عايز تبقى زي مين من لاعبين كل كرة القدم؟ مصطفى فتحي عشان زملكاوي. مصطفى فتحي عشان زملكاوي؟ ده محضر الإجابة يعني. طيب وبالنسبة بقى للمذاكرة مع كرة القدم والسباحة، إزاي هنا بقى أنت بترتب يومك إزاي؟ يعني يوم التدريب الكرة بيبقى يوم الجمعة والسبت. والمذاكرة دي لوحدها بقى، يبقى الأيام بقى يعني أرجع من المدرسة أنا حابة كده. برافو عليك. وماما بقى بتذاكر لك ولا أنت معتمد على نفسك؟ أنت برافو عليك. أعرف كمان إن أنت حافظ جزء كبير من القرآن، وإن أنت بتلقي كويس، أسلوب كويس حقيقي. عموما مش هقول لك سمعنا وكده، انا واثقه يعني، لان كل شاهد ليك بالموضوع ده. نيجي بقى للكبيره، كبيره العيله ليها توأم زي ما قلنا، ايه اسراء. اسراء انت في ايه يا اسراء؟ بكالوريوس تجاره. ما تشتغليش؟ لا بشتغل، بشتغل في كليه طب اسنان. كليه طب اسنان؟ جامعه القاهره. طب مش غريبة هنا ان انت ما حاولتيش تبقي مع بابا في مجال عمله؟ انا عايزة اقول لحضرتك ان انا دخلت تجارة عشان ابقى زيه. والله؟ عشان هو كمان بكالوريوس تجارة. طيب ليه بقى ما كملتيش؟ ما جاتش فرصة بقى يعني، الشغل قوي يعني رجالة بقى وكده. بس اتمنى شغلني بقى معاك على هوا، بقول لك شغلني. هنا بقى نقول بقى هنا الاب بقى في تحيز للولد عن البنات بقى ولا؟ اسراء الحقيقه ليها تميز في شخصيتها، فيها انطباع بالانسه الراجل الجدعه اللي تقدر تعمل حاجات كتير في البيت. هي مثلا عندنا في البيت هي الصنايعي بتاعت البيت، الصنايعي اي حاجه تبوظ هي اللي تعملها. عندها الملكه دي اللي عندها ده. انا حتى جايب لها عده خاصه داخل الشقه، في حاجه روح للوسطى اسراء. اسراء يعني اسراء حركي في الوسطى. ما ينفعش حد غريب يخش البيت وانا موجوده يعني. طبعا على فكره جميله جدا، بتعمل كل حاجه في البيت حقيقه. فهي عندها الشخصية المستقلة، شخصية الجدعة، البنت اللي هي 100 راجل. لا وإدارة زي ما بنقول يعني. إسراء إدارة يعني الحقيقة أنا مبسوط بيها، ومستوى تفكيرها متزن، وده شيء إيجابي الحقيقة. بس الغريبة إن أنت ما استغلتش كل ده يعني، الإدارة وال الحقيقة أنا 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 بحكم إن أنا العمل العام واخد مني وقت كبير جدا،
هي مش شركة ده بس من جوه البيت. يعني هي بعض الحاجات هي بتعملها معايا في جوه البيت بتساعدني كتير قوي في عامل العام وعامل الخاص. فالكلام ده بيبقى داخل الأسرة. أما خارج الأسرة لظروف العمل أنا 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 شغال قطاع خاص، حاجة خاصة بي أنا، تواجدها مع العمال في مواقع العمل بيبقى صعب. ولكن أنا بستغلها في موضوع حسابات داخل عملي تقوم بيه، أفكار بنسيبها مع بعض في خدمة لناس معينة، إدارة عملي من الناحية الخدمية بالنسبة للناس كأسرة كلهم بيشتركوا معايا، فيها دور كبير جدا معايا الحقيقة يعني. نيجي بقى مش آخر العنقود بس قبل آخر العنقود ده آلاء. اتفضلي. أنا آلاء ثالثة ثانوي علم علوم. علم علوم، عايزة بقى تبقي إيه؟ هو طبعا انا نفسي من زمان وانا طفله ابقى دكتوره يعني، بس يعني ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وانت عندك مثال قدامك ان ماما مصره على الشغل رغم ان عندها اعباء في البيت كتيره واسره ما شاء الله، الا انها اصرت ما عادتش من شغلها. عندك الوالد طبعا مثل وقدوه على الاصرار. عندنا الاستاذ محمد الحسيني اللي انا هنتقل ليه دلوقتي، هو حاول اكتر من مره في مجلس الشعب مجلس النواب حاليا، ما نجحتش من اول مره. انت حاولت في برلمان 2004 2005. ايوه حصل. وحاولت 2011 والمره دي نازل مستقل ودي واقفه تانية. ليه اخترت تبقى مستقل؟ هو الحقيقه في الفكره جت ازاي؟ الفكره جت ان احنا النهارده في منطقه او في حي اسمه براد دكرور طبعا، وانا بحيي كل اهل براد دكرور المحترمين من خلال برنامج حضرتك. احنا مولودين في بلاق وعشنا في بلاق واهلنا في بلاق، عمرنا في بلاق اكتر من 450 سنه، متواجدين فيها ابا عن جد. الحقيقه كان طموحنا واحنا شباب ان احنا نلاقي حد ياخد بايدينا. احنا عندنا مشاكل كتير جدا وعندنا رؤيه للحلول لبعض المشاكل. الحقيقه مثلنا في البرلمان على عهود سابقه ناس محترمه الحقيقه، ولكن برضو احنا ما حققناش كل اللي احنا عايزينه. خدنا انتخابات 2004 كانت دي اول مره نزلت برضو مستقل، ما وافقناش. نزلنا 2005 برضو ما حصلش نصيب. 2010 ما نزلتش انتخابات. 2012 نزلت انتخابات خدنا 27,090. ساعتها كانت دايره بولاق الدكرور والطلبيه والعمرانيه. لو كانت بولاق بس كنت بقينا كنت بقيت قاعد مجلس الشعب ساعتها. هم اتساع الدايره بالتخطيط كان عاملينه كان صعب السيطره على الاصوات، خاصه ان بنزل مستقل لاهداف في دماغي، لينا اجنده واضحه وصريحه هي خدمه الوطن متمثله في المواطن الطيب الغلبان اللي ما خدش حاجه من الدوله، اللي الدوله ما بسطلوش بعنايه كافيه. قدرنا نترجم ده مع الناس من واقع تواجد حقيقي في كل مشاكلهم في الشارع، في تواصل بيننا وبين اهالينا في بلاد دكرور. قدرنا في 2015 ننزل برضو مستقلين الحمد لله رب العالمين، عملنا نجاح محترم ده بفضل ربنا اولا ثم الناس المحترمه في بلاد دكرور. احنا اشتغلنا دي برضو ملحوظه، احنا اشتغلنا مع شريحه شبهنا، ناس طيبه الناس المحترمه، الناس اللي الدوله مش بصلها خالص. ودايما انا بقول المواطن الغلبان مش هو اللي بيشحت، المواطن الغلبان اللي ما خدش حاجه من الدوله بسبب وجود حط تحت عامل شرطه بعض القيادات التنفيذيه اللي ما قدرتش تتواصل وتدي المواطن حقه. احنا في بلاق بنعاني، عندنا مشاكل كبيره جدا، دايره كبيره، دايره شعبيه. ومش عارفه اليات التواصل ازاي معاها مع الناس. انت ايه يعني ازاي بتتصل بالجماهير دي بالشعب ده عشان تعمل له تعرف خدمه ده ايه مشكله ده ايه وتحاول ان انت تساعده؟ كلام كويس. انا هبدا اقول لحضرتك ان احنا في بدايه العمل العام احنا كنا عملنا جمعيه اهليه من حوالي 16 سنه. انا رئيس مجلس ادارتها، معانا مجلس اداره محترم من ابناء برضو المنطقه. من خلال الجمعيه دي الحقيقه هي اللي طلعت فكره ان احنا لابد ان حد يمثلنا شبهنا وزينا عشان يقدر يعبر عن مشاكلنا بصدق وامانه. العمل الاجتماعي من خلال الجمعيه، ودي جمعيه تابعه للشؤون الاجتماعيه لوزارة التضامن حاليا، قدرنا نتواصل مع الناس من تقديم خدمات حقيقيه للناس. على فكره احنا جمعيه ما بناخدش دعم من الدوله، مش محتاجين حاجه من الدوله،
مش محتاجين تبرعات من رجال اعمال، مش محتاجين تبرعات، اتفاق ذاتي يعني عندكم حضرتك اللي بتتولى. لا احنا كمان الظاهره كلنا الحقيقه بنعمل ده. انا عايز اقول لحضرتك في ظل الناس كلها بص للدوله تعالي ساعديني، احنا قدرنا بجهود الناس المحترمه اللي معانا عملنا مجمع جنب الجمعيه 5 ادوار حاجه محترمه جدا، حطينا عليه يافطه في 2010 لا يقبل تبرعات من مرشح مجلس الشعب. جيت التلفزيون صور، ناس صورت واكدنا الكلام ده. لما نحب كمواطنين مصريين نعمل حاجه بنعملها، بس بشرط لما المواطن يحس ان انت بتعملي الكلام ده بصدق وامانه بيجي يساعدك. النهارده المجمع ده لو كان راح صورت حاجه محترمه جدا، مصلى سيدات، مسجد للرجال، بنعمل دلوقتي دار مناسبات محترمه. أنا يعني وصلت للناس واهل دايرتك عن طريق في البدايه خالص الجمعيه الاهليه دي والخدمات اللي بتقدمها. مع ان انا يعني واقفه هنا عند ان الجمله حضرتك ذكرتها ومرت كده، ان عضو مجلس النواب بيقدم خدمات بالاساس للشعب. احنا كذا مره بنقول يعني وترددت، مش عارف راي حضرتك ايه في الجمله دي، ان مش دور عضو مجلس النواب ان هو يقدم خدمات فقط، دوره تشريعي، دوره رقابه على الحكومه، منحها الثقه او حجب الثقه عنها، دوره اكبر بكتير بجانب طبعا ان هو يقدم خدمات. كل الكلام ده كويس. انا هنا عايزين نقف ونحط تحت من الشرطه في مرحله تقديم خدمات للناس. انا ما كنتش عضو مجلس الشعب، صح كده؟ انا مواطن عادي بقدم خدمات في تواصل بيني وبين المواطن. طيب النهارده احنا بنعمل مرحله ثانيه، بقيت عضو برلمان. يجي النهارده الاعلام يتكلم ويقول احنا عايزين نوصل خدمات للناس ونسرح الناس، ماشي، مين هيقدم الخدمات ديت؟ عضو برلمان. عضو برلمان النهارده عايزه تفهميني حضرتك، عضو برلمان هيقدر يعبر بمشروع بقانون او افكار داخل البرلمان من غير ما يكون في تواصل بينه وبين الشعب من تحت؟ ببساطه اكتر، انا عندي بني اساسيه في الولايات ده كله تعبانه جدا على مدار 40 50 سنه ما اتغيرتش. عندنا مشاكل في الصرف الصحي، في الميه، في الطرق، في النقل والمواصلات، في الاسكان. انا النهارده لو انا مش عارف الكلام ده من خلال تواصل حقيقي مع ناس في الشارع، اقدر اطرحه ازاي في داخل البرلمان؟ هنا الاعلام بيحاول يصدر لي ان انت عايز واحد اكاديمي، واحد قانوني يقعد يكتب بقى ويوم. لازم حضرتك تكون الى حد كبير ملم بالقوانين، لان زي ما يعني موافق. طبعا الدور اللي حضرتك بتقوله ده دور مهم جدا ولابد منه، انا معترف، لكن ايضا لازم تكون ملم. يعني ايه نائب؟ الاساسيات على الاقل حضرتك اللي بتمثلنا، بتمثل الشعب، هتشرع قوانين ازاي؟ كويس، حضرتك غير اكاديمي او غير ملم بالقوانين. اكمل حضرتك النهارده، انا عايز راجل يقدم مشروع قانون، يقدم استجواب، يقدم طلب حق داخل البرلمان، ملم بالناحيه القانونيه بشكل كويس، في نفس الوقت يقدر ينقل مشاكل الناس ويصيغها بشكل كويس ويناقشها داخل البرلمان قدام الحكومه. النهارده اتكلم على البنيه الاساسيه، وانا مش فاهم يعني ايه بنيه اساسيه؟ يعني ايه النهارده المواطن بيعاني من التعليم؟ انا عندي في التعليم النهارده عندي كسور شديد جدا في عدم وجود مدارس. اقول لحضرتك ان في كفر ترمس الفصل فيه 140 طالب، يتفقوا مع الطالب يقسموا 70 و70، 70 يقعدوا على الحصيره و70 يقعدوا على الدكه. يعني ليه مهزله يعني؟ لا انا عايز اقول احنا عندنا كسور شديد جدا، محتاجين دعم بناء مدارس. لو انا مش فاهم ده هطلع اقوله ازاي في البرلمان؟ فانا النهارده ضد مقوله ان تقصد لو انت في برج عاجي قاعد من ورا الازاز بتتفرج مش عارف ايه اللي بيحصل فعلا في دايرتك بالمشاكل، وبالتالي وده مهم فعلا. وبالتالي انا عايز النهارده اللي يخش الشرع ده هو اللي بيشرع ده في الاخر، بعد ما يشرع وياخد موافقه البرلمان والحكومه تنفذ التشريع ده في الاخر يوصل مش في صوره خدمه للمواطن، يبقى صوره خدمه كانت تعليم، كانت صحه، كانت اي حاجه، في الاخر هتوصل للمواطن خدمه. ايوه. طب نمسك كلمه خدمه دي ونمسك اللي بيشرع بالقانون، الاثنين مرتبطين ببعض. يبقى انا النهارده ما اقدرش اقول انا عايز لعب خدمات، مفيش حاجه اسمها لعب خدمات. النهارده في مجالس محليه ان شاء الله القانون يعرض على مجلس النواب ونقره ان شاء الله. المجالس المحليه هي المنوطه بتقديم الخدمات الحقيقيه للمواطن. طب عدم وجود مجالس محليه، عضو مجلس الشعب، عضو مجلس النواب يعمل ايه؟ هيقدر برضه يتواصل مع الشارع. فانا الحقيقه مش عايز امشي بنغمه احنا عايزين نقل تشريعي، خلاص يبقى انا هقفل الباب على نفسي، حد يجي يتكلم معايا في مشاكل في الصرف الصحي او الميه، قول له بعد اذنك اصل انا نائب تشريعي.
كان ده لا انا طبعا انا مع حضرتك، انا مش بفصل او مش بقلل من دور الخدمات، زي ما حضرتك ذكرت الجمله ان اي حاجه هتتقدم للشعب ما هي تعتبر خدمه، ما هي خدمه، حتى لو تعليم، لو صحه، لو صرف صحي، بنيه تحتيه، كل دي خدمات. لكن دور المعارضه في مجلس النواب، رقابه الحكومه الفعليه، مش الـ 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 الشكل او المعارضه الكرتونيه اللي احنا بنسميها معارضه كرتونيه واللي كنا متعودين عليها لسنوات طويله. الاتجاه كده حضرتك شايفه ايه؟ يعني احنا بدانا نسمع عن ائتلافات، يمكن وصلوا 3 دلوقتي، وكل ائتلاف بيتبارى في ضم اكبر عدد من الاعضاء معاه، وكلهم بيدعموا الدولة او اسماء اخرى بس كلها في نفس هذا المعنى. طب مين هنا اللي هيتكلم باسم المواطن المعترض اللي بيشتكي، المطحون، الغلبان؟ الاداء الحكومة مش 100% في كل حاجة. تمام. طيب انا برضو عايز اوضح حتة دي. مش معنى ان انا النهاردة في ائتلاف لدعم الدولة يبقى انا مع النظام او الحكومة. مين انا مع النظام او الحكومة؟ هو النهاردة لو النظام عمل حاجة خارج عن الاطار او خارج عن مصلحه المواطن انا ابقى ضده. الدعم للدوله او دعم لمصر مش معناه ان احنا بندعم نظام او حكومه. لو الحكومه النهارده اجادت انا مع الحكومه، لو الحكومه النهارده عندها مشكله نروح ادعم معاهم مشكله. فالقصه مش عايزين ناخد مصطلح دعم مصر يبقى دعم نظام. انا بقول لك على الهوا اهو، دعم مصر مش معناه نظام. نظام النهارده يقعد قد ايه؟ 5 سنين 10 سنين، هياخد دورتين. اذا النظام بيتحرك، انا عايز اقول انا بدعم مصر، مصر كلنا بندعمها. رغم اختلاف الاجندات السياسيه بين الاحزاب وبين القوى السياسيه داخل البرلمان، في الاخر احنا كلنا بنشتغل لصالح مين؟ صالح الدوله. وبالتالي لما اقول الدوله هقول مصر مش حكومه. زي ما حضرتك بتقول ان بدعم مصر، مصر دي طول عمرنا متربيين او متعودين من انظمه سابقه انها يعني النظام، فهنا كان التخوف. استاذ اماني، وانا بتكلم مع الاستاذ محمد الحسيني شايفه انك ملمه بكل تفاصيل عمله، سواء كان عمل خاص بشركته، سواء كان عمل عام، عارفه التواريخ اكتر منه، عارفه المواضيع اللي هيتكلم فيها. فنقول هنا انك مش الزوجه المصريه العاديه اللي انزوت في ركن معين من حياه جوزها وملهاش دعوه بباقي الاركان، يعني انزوت في ركن العيله والاولاد وملهاش دعوه لا واضح انك شخصيه مختلفه. لا هو احنا في الحقيقه احنا يعني يمكن اسره مترابطه الحمد لله، يعني من فضل ربنا. فاحنا بيجي مثلا ايا كان بقى، بيجي الساعه 2 لازم فبكون صاحيه واعرف هو عمل ايه طول النهار، اعرف عمل مثلا راح النهارده المحافظه راح عمل 2 الصبح عمل ايه. طيب يعني افهم من كده ان نادرا ما بيلتقوا مع يعني الولاد يلتقوا مع والد؟ لا هو في لازم بيبقى في فتره الغداء لازم بيبقى موجود في البيت وبيتغدى معاه، هو ما بياكلش بره خالص للاسف. يعني وكمان بابا على طول مخلي يوم في الاسبوع يجمعنا، اي حد عنده مشكله يقولها، حد متضايق من حاجه على طول بابا قريب مننا، يعني اي يعني حد عايز استشاره ده يوم الاسره يعني لازم تتجمعوا فيه. كل حد عايز بابا على طول قريب مننا، اي حد عايز مثلا حاجه مضايقاه يروح على طول لبابا، ما مش معوده ان احنا نخايف خالص يعني. على طول اي حاجه متضايقين منها نقولها على طول. طب ده حلو جدا. يعني طبعًا. علاقه صحيه مع بابا. بابا ديمقراطي ولا عندكم جدا؟ ديمقراطي جدا جدا كمان. طبعا. وماما كمان مش بيفرض عليكم مثلا؟ لا لا لا, لا خالص. لازم لا لا. كله بالاقتناع وبالمناقشه. لا كله عمري ما شفت بابا في يوم غصب علينا حاجه او قال لا لازم ده لازم يحصل. لا سايب كل واحد بارادته الشخصيه، ما فيش اي ضغط من اي نوع يعني. لا طيب نرجع لأستاذة أماني. جزئية إن أنت قدرتي تتمسكي بشغلك مع الأعباء الأسرية دي كلها اللي أنا شايفها، هو في الحقيقة يعني هنا هي يعني بتبقى محتاجة شوية تنظيم بس وإدارة شوية، يعني ده يمكن جزء من دراستي. فيعني هو الشغل بياخد جزء والاولاد جزء والدراسه جزء ورعايتهم جزء، وعندي ايه معها جيده عند فريده
فدي برضو بتحتاج برضو جزء. يعني في بقى الحفيد كمان بقى فدي دي محتاجه جزء كبير جدا. دي جدها دي كانت بتدعم جدها وكانت شايله صورته في الانتخابات. ده حقيقي كلام. احنا كلنا كمان يعني احنا كلنا كنا في فتره الانتخابات كنا كلنا ماسكين لجان يعني وانا حضرت الفرز يعني كلنا كنا معاه في الانتخابات. يعني مش احنا بس يعني احنا واخواتنا واخواته يعني كل عائلتنا كل الاهالي يعني كلنا المحترمين كمان يعني كلنا كنا يمكن على قلب رجل واحد. الله على الكلام. تعبوا معايا تعبوا جدا جدا يعني. وحتى في ايام الانتخابات وايام الاعاده كنت بصحى بدري قوي يعني يمكن بعد صلاه الفجر. احنا الحمد لله من فضل ربنا مواظبين على صلاه الفجر. هو بينزل يصلي في الجامع وانا بستنى لغايه لما بيطلع. من ساعتها بقى خلاص ما فيش نوم يعني. اللي بيروح المدرسه بيروح، اللي بيروح شغل بيروح. يوم بيبدا من صلاه من مع صلاه ده كلكم واضح ولا ايه؟ الحمد لله كلنا منتظمين على صلاه. بابا معودنا من صغرنا جماعه يعني. بقى ما شاء الله يعني. لا هو بينزل الجامع يمكن احمد دلوقتي خلاص الجوز بينزل معاه بس احنا في البيت. احمد بيأذن في الجامع. ولما يومكم يبدا بدري قوي كده ينتهي بقى اكيد بدري برضو النوم بدري 10 ونص بالكتير او 11 بالليل. بالنسبه لهم هم ممكن كبنات وماما كبنات بالذات ممكن ينتهي بدري. انما انا والحاج لا طبعا ممكن 2 3 بالليل 4 بالليل. هي في الفتره الاخيره بس 5 6 الصبح 2 3 4 بالليل وتصحى 5 الصبح وتستمر. ده حقيقي. الحياه مستمره. انتوا يجي لكم انهيار بعد شويه. لا بس بيبقى في اول بيبقى في راحه الظهر برضو شويه يعني ساعتين ثلاثه كده في القيلوله. ده لازم يعني مفيش بني مفيش انسان ممكن في طبعا في وقت الغداء ممكن الواحد يريح ساعه ساعتين بس. بابا يعني عموما انا عايز اقول لحضرتك تليفونه ما بيبطلش وهو بيرد على اي حد. اي حد اتصل يعني ترد عليه. فطبعا مضغوط كتير. يعني بابا مش من النواب اللي لغايه لما ينجح يفضل يرد على الناس وبعد كده ما يعرفوش يلاقوه ولا يشوفوه حتى يعني. الرقم ده معاه بقاله اكتر من 10 سنين ما اتغيرش. مع اي حد في ولاد دكرور اساليه عن رقم الحاج محمد حسيني هيقول لك كذا 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 كذا. فطبعا الرقم التليفون ده والله ما بيسكت. دي حاجه مش بتضايقكم؟ يعني في بعض الاوقات ممكن نكون مثلا يعني احنا ايه رحنا مصيف رحنا خروج يجي له تليفون بس هو يعني بيعرف يوازن. بس هو كبابا معودنا ان احنا على طول معاه فمش حاجه بتضايقنا خالص يعني عشان هو حتى على طول مهتم بينا اكتر. بعد ما نجح فبنزعلش الناس كتير بقى دلوقتي خلاص بتيجي البيت لان يعني الطلبات للبيت اللي عايزه في حاجه ما بيلاقوهوش تحت في المقر فبيطلعوا عندنا بقى. طب هنا بقى الخصوصيه يعني مش بتضايقك برضو الجزئيه دي؟ لا والله يعني اصل كل اللي بيجي لنا دول يعني كلهم اهلنا وحبايبنا من المنطقه يعني اي حد بيبقى عنده مشكله عايز يقولها له. لا مثلا تليفونه كتير ساعات بيفصل شحن مثلا فبيطلعوا بقى عندنا في البيت. طيب شرفوا يعني مع تحسن المستوى المادي ما فكرتش ان انت تطلع بره بولاء الدكرور يعني؟ انا في البدايه قلت حاجه. احنا مولودين هناك وعشنا هناك وما نقدرش نسيب بولاء الدكرور. احنا اهلنا وحبايبنا وناسنا وارتباطنا ارتباط مباشر. مش عايز اقول لحضرتك احنا يعني ولا الدكرور دي بالنسبه لي انا دايما اقول كده انا بتشرف وافتخر ان انا اكون بلد دكرور. ايه اللي بيميزها؟ ايه اللي بيميز طيبه ولاد البلد؟ الناس الرجاله الجدعان اللي في الشده تلاقيهم في الفرح تلاقيهم في اي موقف تلاقيهم. الحقيقه من هنا بقى هرجع اقول لك في ظل الانتخابات اللي احنا كنا دخلناها في ناس صرفت 10 مليون جنيه. احنا صارفين 23 جنيه. انا اعرف انك من اقل النواب صرفا على حملتك الدعايه. ما عملناش بوابه في الشارع. اقل دعايه لمحمد الحسيني اكتر ناس مهمشه طلعت لمحمد الحسيني. يعني احنا اشتغلنا مع شريحه انا دايما اقول الناس دي شبهنا واحنا شبهها. ناس الطلبه البسيطه. الناس اللي جت انتخبت محمد الحسيني. ولذلك الواحد عنده هموم ان ربنا يكرمنا ونحقق حاجه للناس دي. الناس دي محتاجة أمل، محتاجة أي حاجة من الدولة، وإحنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مش هنسيب حقنا عند الدولة بأي حال من الأحوال. أي مسؤول تنفيذي فاشل أقسم بالله ما نسيبه، وأي مسؤول ناجح هنعظم نجاحه ونحترمه، أما المسؤول الفاشل هم كتار ضيعونا، إحنا النهاردة أسوأ 4 سنين عدوا على مصر من 2011 حتى 2015. لا مسؤول عايز يمضي، ولا مسؤول عايز ينزل الشارع. ولا تفاعل مع احد ويبقى شايف الصح وخايف يبقى ايه السبب حضرتك؟ السبب عدم وجود مجلس
نواب، ده احد الاسباب عدم وجود مجالس محليه. انا كنت اتمنى كان يبقى في اعضاء انتخابات مجالس محليه قبل مجلس النواب، لان الحركه الحركه الاساسيه بتدار من خلال المجالس مفاصل الدوله، مجال بفرق بين المجالس الشعبيه المحليه وبين المحليات اللي هي موظفين. كلمه محليات يعني الجهاز التنفيذي، انا بقول مجالس الشعبيه المحليه اللي هي اتفكت بعد 25 يناير ده كان اكبر خطا. انا شايف ان كان المفروض مجالس المحليه كان يبقى انتخابها قبل انتخاب مجلس النواب، لان دورها مهم جدا، اللي هي بتربط بين المواطن وتربط بين الجهاز التنفيذي المتمثل في المحليات. فانا شايف ان شاء الله ان براد كوره تتميز ان هي عندها طاقات، عندنا ناس محترمه في كافه التخصصات. ودايما اقول نفسي اشوف من براد كرور، اشوف وزير، اشوف محافظ، اشوف رئيس مدينه، اشوف رؤساء احياء. احنا مش اقل من اي حد، احنا 2 مليون مواطن، وانا من خلال برنامج 2 مليون عدد، احنا 2 مليون مواطن، 2 مليون مواطن فعلا ما خدناش حاجه من الدوله رغم ان الدوله. ومين اخد يعني حضرتك عن بولاء الدكرور كان هي الوحيده المهمشه من او يعني متجاهله، دي حقيقه. هل هي الحي الوحيد اللي تم تجاهله؟ دي حقيقه، من ضمن الاحياء المظلومه. موضوع بقى العجله دي، عايزه اقف عند الرساله اللي كنت عايز توصلها لما رحت اول يوم للاستاذ محمد حسيني في مجلس النواب، كان بالعجله رايح بالعجله. كويس. كان ايه الرساله؟ الرساله احنا قبل اعلان النتيجه وفي ظل الحمله الانتخابيه، انا اشتريت عجله قبل الانتخابات بست اشهر، كنت بروح بيها للناس ونقعد معاهم بالعجله. انا عندي عربيه، اولا ما فيش شارع في البلد كله تمشي عليه برجليكي، برجليكي مش بالعجل، برجليكي، كل شويه مكسره. طيب نروح لمين؟ نقول لمين؟ ما حدش يسمع الكلام. انا مواطن ليه حدود برضه. طيب حضرنا المؤتمرات حضرتك، كنت بروح بالعجل على الناس اللي شبهنا، ناس طيبه. واقول لهم ان شاء الله لما ربنا يكرمني هروح بالمجلس العجله. الرئيس سيسي لما راح مش بالعجله كان هدفه سياسي. هدفه اقتصادي، هدفه اقتصادي. الرئيس لما ركب العجله كان يهدف في المقام الاول هدف اقتصادي. خف البنزين، اركب عجله، موازنة عامة بدعم البنزين. معروفة. أنا روحت المجلس، هدف اقتصادي ولا هدف سياسي؟ هدف سياسي. بقول للحكومة بلغتي السياسية، إحنا في بلاد لو سلطنا الضوء على بلاد دكرور، لأ، في فرق. في فرق، الدولة تبص لنا، في مشاريع واقفة، محتاجة جرة قلم تتحرك، إحنا مش محتاجين فلوس. احنا عندنا المشكله وعندنا رؤيه للحل، عندنا مشاكل كتير جدا تتحل لما يجي لنا قياده تنفيذيه واعيه وفاهمه وعندها ضمير تقدر تحرك الميه الراكده. احنا مش محتاجين دعم مادي من الدوله. انا عايز اقول لك السبع مليون اللي بيجوا من الموازنه العامه الدوله، انا مش عايزهم كبلاد دكرور. وليه مش عايزهم؟ ليه ما هو حي بلاد دكرور بيلم 25 مليون جنيه كل سنه، بيروحوا المحافظه 25 مليون جنيه. ازاي حضرتك بيلمهم ازاي؟ اشغالات، تلف رصف، اعلانات، بيئه، رخص محلات، مصالحات، مجموعهم 25 مليون جنيه. اخد جزء لبلاء 2 3 مليون وابعت صناديق خاصه 20 مليون، يجي المحافظ ايا كان يبعت الضوء، يبعت العجوزه، لمع في اي حاجه. طب ما ترجعهم لبلاء من هنا ان شاء الله. ان شاء الله انا قدمت في لجنه الاداره المحليه، هو ده المطبخ الفعلي لتقديم خدمات للمواطنين. ان شاء الله يبقى لنا دور ايجابي، ان غير اللائحه الفاشله اللي شغالين عليها في محافظه الجيزه وكل احياء، شغالين في محافظه الجيزه بلائحه فاشله. وانا قلت سياده المحافظ الكلام ده، قلت له دي لائحه فاشله، ان انت النهارده بتهدر حق المواطن الغلبان، تاخد الفلوس وما ترجعهاش. انا مش عايز 7 مليون بتوع الدوله، حطهم في الصحه والتعليم، بس ال 25 مليون اللي انت بتطلبهم كل سنه حطهم في بنيه اساسيه، في شوارع، في تأهيل خدمات حقيقية للمواطن. محتاجين نغير ده. ده من هنا اقول لك احنا بنفكر خارج الصندوق. ايه اولوياتك؟ يعني لو فعلا ال 25 مليون قدرت ان انت تاخد منهم جزء كبير وما يروحوش للصناديق الخاصة، اولوياتك لاهل بولاء ايه؟ وانا مش عايزه اقول بولاء، يعني دول 2 مليون مصري. تمام. مش عايزه يعني هنا التصنيف قوي. ايه اول حاجه تقول لا انا هتم بيها وهفضل مركز معاها لغايه لما الاقي فعلا تحسن فعلي؟ كويس.
احنا عندنا الطرق مشكله، عندنا بالبلدي كده التعليم ايه، التعليم والصحه لابد يهتمام بيهم. التعليم محتاج دعم من الدوله، دعم مباشر من الدوله. الصحه محتاجه دعم مباشر من الدوله. دي قضيه كبيره جدا لابد تدخل الدوله فيها. انا بتكلم 25 مليون النهارده، احنا لحد النهارده في سنه 2015 بنمشي في شوارع ترابيه، شوارع بتتكسر ما ترجعش تاني تتصلح نتيجه اداره انا بحملها المسؤوليه، نتيجه ما فيش حد بيسال المسؤول انت بتعمل ده ايه. ال 25 مليون يحلوا لي حاجات كتير جدا. 7 مليون ولا 25؟ 25. احنا النهارده بنطلب البلاط الانترلوك ده اللي بيتبلط فيه بولاق من 20 سنه موجود في الدقي. النهارده لما تيجي قدام شارع بيشم تراب على مدار 50 60 سنه وتيجي بلاط الشارع، لازم تروح تدعي للدوله، رغم ده حق المواطن. رغم ان ده حق المواطن، الحمد لله الدوله جابت لي بلطت لي الشارع، انا بدفع ضرايب. بيأدي خدمه عسكريه. صح كده؟ تمام. عايز اقول لك مع الدوله مش ضد الدوله، وفي الاخر ما خدتش من الدوله حاجه. الدوله راعي الناس المهمشه دي. ولذلك النهارده الرساله اللي احنا بنقولها، مش هنسيب حقنا، هناخد حقنا بالقانون. عندنا مجلس نواب ربنا كرمنا. شايف ان شخص واحد، نائب واحد في مجلس النواب ممكن يعمل فرق، ولا لازم يبقى في تعاون في ايد واحده على الاقل المجموعه لا باس بيها من النواب عشان يقدروا ينجزوا حاجه للشعب؟ انا نقول ده بالبلدي، الاتحاد قوه. انا معايا في الدايره اثنين نواب محترمين، الاستاذ المحترم محمد بيه اسماعيل نائب معايا في الدايره واخ فاضل، والاستاذ عمرو بيه ابو يزيد نائب معايا في الدايره وراجل محترم. احنا ثلاثه نواب من ضمن 598 نائب تقريبا كده، يعني 596 نائب بعد اللي ما يتعين 28. بنامل النهارده ان شاء الله ان احنا نبقى قماشه جديده، نقدر من خلال طرح افكار وطرح رؤيه للحلول نقدر نبقى معانا مجموعه كبيره تدافع عن حق الناس المطلوب حقها. فانا عندي امل من خلال مجموعه نواب مستقلين محترمين، وانا قعدت مع طوع الجيزه هم حوالي 48 نائب بيمثلوا الجيزه، ان شاء الله بنعمل رابطه من خلال ال 48 نائب دول، يبقى طلبات موحده، نبقى مؤمنين بقضايا الجيزه ككل. التجمع ده والقوه دي ان شاء الله نقدر من خلالها نقدم خدمات حقيقيه للناس. الحسيني كان عايز، عنده ملاحظه، كان عايز يقول حاجه مش كده؟ اتفضل. انا بكلمك عشان ما تنامش منك. اتفضل. كنت عايز تقول ايه؟ مش عايز تقول ولا اي حاجه؟ مش لما بتسمع بابا بيتكلم كده مش بتقول انا كمان نفسي ابقى سياسي كده وادخل مجلس النواب واتكلم باسم الشعب؟ نفسي اطلع ظابط. انت عايز كره قدم ولا عايز تبقى ظابط ولا عايز تبقى ايه بقى بالظبط؟ لا اتدرب كوره. تتدرب كوره وسباحه عشان تبقى ايه؟ عشان تبقى لعيب كوره. يا اما ظابط. يا اما ظابط. يعني ده الاثنين يعني. طب ظابط ليه؟ وظابط ليه صح؟ ليه بقى؟ لا معقوله برضه اكيد لما تمنيت ان انت تطلع ظابط كان في بقى سبب. طب ظابط جيش ولا ظابط بوليس ولا ايه بقى؟ جيش ومحدد كمان عشان تدافع عن البلد. عايز تدافع عن البلد، برافو عليك. إيه انت بقى يا احمد، انت بقى يعني كبير، عمرك ما فكرت ان انت تعمل زي بابا، تهتم بالسياسة بالعمل العام؟ هو بشكل عام أنا مع بابا طبعا ما بسيبوش طول ما أنا صاحي من النوم مع والدي على طول. يعني حتى في مشاكل أهل منطقتكم ودايرتكم أنت معاه؟ طبعا. بتحاول تقدم خدمات برضه؟ لا ما من خلاله، يعني من خلاله بحاول بقدر المستطاع. أنا طبعا يعني ما بسيبوش طول ما هو في حاجة، بس أنا بسمع أكتر ما بتكلم. طول ما هو موجود بيتكلم في حاجة أنا بسمع أكتر ما بتكلم، بحيث الواحد يبقى عنده خبرة، اتعرض لموقف يعرف يرد كده بس. وبالنسبه لحضرتك استاذه اماني، بتحاولي برضو ان انت يعني ما دام انت كتفك بكتفه في الحمله وفي في الدعايه ليه وفي البدايه هو بيرشح نفسه، دلوقتي برضو انت مستمره ان انت تحاولي تحتكي باهل المنطقه تسمعي لهم وتوصلي له في النهايه؟ لا هو في الحقيقه احنا يعني انا عملي بيقتصر داخل البيت بس، انما انا ماليش علاقه بالعمل العام. يعني هو اذا كان في اي حاجه بيشاركني فيها بشترك فيها كده يعني. اي يعني ساعه الانتخابات كنا لازم كلنا طبعا نقف جنبه، وكنا يعني لكن مش بصفه يعني رسميه او منتظمه ان انت بتحتكي لا لا
بأهل المنطقة تحاولي توصلي له الطلبات أو كده يعني. ماشي. طب لو هنرجع للجانب الأسري، الأسري عيلة ما شاء الله أنا شايفة إنها نجحت، وأكيد كان في مطبات عديتها أكيد زي أي أسرة زي أي حياة، كان في مطبات أنتوا بقالكوا سنوات. فلما تيجي تنصحي بناتك وهم على وش الجوازة، وابنك لما جه يتجوز هو عريس جديد، إيه النصيحة الأولى الأساسية اللي نقولها برضو للمشاهدين علشان الحياة تستمر وتقاوح وتكافح ضد الصدمات والمطبات؟ هو على طول يعني أنا تملي ألفت نظرهم إن يعني الكتمان، يعني إحنا بيتنا يعني ما حدش يعرف عندنا حاجة، يعني حتى أحمد لما اتجوز أو آية لما اتجوزت يعني أنت مشاكلك تحليها بينك وبين جوزك، يعني ما فيش إن لو حصل حاجة أنا عشان ما أزعلش بعد كده من جوزها أو باباها يزعل من جوزها، يعني أهم حاجة مشاكلكم تحلوها مع بعض. ما الموضوع لو خرج بره نطاق الأسرة هيكبر، فهو أحسن حاجة إن هو يبقى كل واحد يحل مشاكله بنفسه. وسمعتوا النصيحة؟ سمعت. أنا لسه بقى ما دخلتش. لا بصرف النظر على فكرة ده بيبقى أسلوب طبعا في التعامل عموما لازم تدربي نفسك عليه من قبل حتى الزواج. لا طبعا طبعا، لا هم كمان معودنا على كده حتى في أسرتنا، إحنا مشاكلنا ما تخرجش بره، يعني إحنا المشكلة حصلت خلاص دور على حل جوه الأسرة مش بره. ولا على سبيل الدردشه بينك وبين، يعني معروف البنات ان هم يحبوا بقى يقعدوا مع صاحبه ليهم يدردشوا؟ لا حتى لو في دردشه يبقى في دردشه لا يبقى في يعني انا ما اقدرش يعني ادردش مع صاحبتي في حاجه خاصه او حاجه اسريه، في دردشه لكن مش كله بندردش فيه، يعني يبقى في حاجات يعني خصوصيه، في حاجات خاصه دي ما ينفعش ان تطلع بالنسبه لك برضو. طبعا نفس الكلام، ماما على طول معوداني يعني خط مستقيم على طول. الحلو هم بيقتنعوا يعني هم بينفذوا لان هم مقتنعين مش عشان دي اوامر ماما. والله بص هو باباهم معودنا من ما يعني حتى لما يكون في حد يعني ليه طلب مثلا كبير او حاجه لازم يبقى اتناقش، طيب عايزه ليه، طيب في ايه، طب في فبقول في يوم في الاسبوع لازم كلنا نتجمع، كلنا بنبقى مع بعض، كلنا اللي عنده مثلا حاجة أو عنده مشكلة غير المشاكل، اللي عنده فكرة بيطرحها، لا يا بابا أنت ممكن تعمل كذا، لا يا نعمل كذا، يعني حكاية الساعة والساعتين اللي احنا بنقعدهم بعد الغداء يوم الجمعة دوت أو في وسط الأسبوع ده بيساعد ان ما بيبقاش في حاجه متراكمه، يعني ما بيبقاش في مشاكل، ما فيش حاجه تتراكم، مفيش حد. ده جزء مهم قوي حضرتك بتذكريه دلوقتي غير الكتمان اللي هي النصيحه الاولى اللي بتديها لل، لا اللي بقول لك ده بقى داخل الاسره نفسها، ان احنا ما نسيبش المشاكل الصغيره تتراكم وتكبر زي كره التلج كده، نظريه كره التلج. يعني اهم حاجه ان احنا نلحقها في اولها وما نكتمش، نطلع لا. اول باول باسلوب لائق، ويبقى في برضه ليونه في التعامل، يعني لو يعني الواحد يعني يطغطي شويه يهدي شويه، انت اللي دايما بتطغطي ولا يعني انت مش عايزه النديه هنا، بتنصحي الزوجه بعدم النديه؟ لا خالص. طب بس انت لو حصل في نديه بينهم المشكله هتكبر اكتر، يبقى في عند اكتر، انما لما بيحصل فيه ليونه او طب خلاص مرونه تسهلي المره دي، المره الجايه لو اكرر الموضوع ده ثاني، بيبقى فيه ليونه كده في التعامل. طيب لو هنرجع مره تانية، استاذ محمد الحسيني عضو مجلس النواب عن دايره بولاق الدكرور، نقول لك ان من الملاحظ ايضا ان انت مصر كنت انك تنزل مستقل رغم ان اتعرض عليك مبلغ مال كبير من شخصية عامة معروفة جدا انك تنضم لحزبه. الحقيقة احنا لما فكرنا نخش الانتخابات احزاب كتير عرضت علينا ان احنا ننضم ليها. انا كنت من خلال الفريق العمل اللي انا بتشرف اكون واحد منه يعني، وبالمناسبة انا بحيي فريق العمل اللي اشتغل معايا من اهل بلاد دكرور. فقلنا يا جماعة احنا ننزل مستقلين ونفضل مستقلين. كل الاحزاب عرضت علينا ان احنا ننضم ليها، كان اخرها حزب المصريين الاحرار عرض ان احنا ننضم ليه. وطبعا ايه عدم الموافقه على ضم الحزب مش معناه ان احنا بنسيء للحزب، ولكن كل واحد له اجنده، كل واحد له فكر.
فانا كنت افضل انا من خلال الفريق العمل اللي شغال معايا او انا شغال معاه ان احنا نبقى مستقلين بافكارنا من دماغنا، محدش يمنع علينا حاجه، لينا اجنده واضحه وصريحه. فنزلنا خدنا الانتخابات كمستقلين، جينا في الاعاده اتعرض علينا برضو ان يبقى فيه مش عارف ايه، لا ربنا كرمنا وكملنا مستقلين. بعد النجاح اتعرض علينا يبقى في التكتل مع احد الاحزاب، وبرضو اتعرض علينا مبلغ مالي كفلوس الدعايه بتاعتنا، برضو احنا رفضنا الكلام ده. من منطلق النهارده احنا الناس شافتنا بافكار معينه باتجاهات سياسيه معينه، فانا ما بحبش ان انا اغير هذا الاتجاه. احنا في الاخر احنا عايزين ايه؟ عايزين نقدم خدمه حقيقيه للناس اللي هي وثقت فينا وقفت راحت انتخاباتنا. فاحنا بقدر ما احنا بنرفض ننضم لاي احزاب، بقدر ما احنا بنحترم كل الاحزاب بكافه اشكالها السياسيه. انا عايزه في دقيقه واحده تقول لي ايه اللي بيميز حضرتك حاولت في 2003 2004 في 2011 طيب ايه اللي بيميز البرلمان مجلس النواب هذا العام؟ ايه السمه الاساسيه اللي بتميزه بتخليه مختلف او بتخليه باهميه معينه في المرحله اللي احنا بنعدي بيها وبنمر بيها او مصر بتمر بيها؟ هو لما اجي اقول ايه اللي بيميز البرلمان ده عن كل الانتخابات السابقه، انتخابات النواب دي كان في فرز حقيقي وفي شفافيه بنسبه كبيره جدا جدا جدا. بس كان في تجاوزات بره. تجاوزات بره يعني بره. يعني في بعض الناس كان في ابتزاز جامد جدا للمواطن، صوته وصل عندنا ب 500 جنيه بره. كان يعرضوا على المواطن 500 جنيه عشان صوته، ولكن داخل الصندوق الحقيقه الفرز كان في اللجان امام المناديب بتاعتنا بتاعت المرشحين، الفرز في كل لجنه على حده قدام الناس كلها. وده شيء الحقيقه اول مره تم في انتخابات برلمانيه يتم، وكان تم في الرئاسه والاستفتاء، ولكن النواب الحقيقه يعني اتعامل بشكل كويس. في بعض المراحيض بره نقدر نتداركها، ولكن ما اثرتش في العمليه الانتخابيه. فيما يخص المجلس، ان شاء الله ما يميز المجلس ده في طاقه شبابيه كبيره جدا، في شخصيات عامه محترمه جدا. الحقيقه انا شايف في كوكبه تقدر من خلال التعاون الحقيقي يبقى مجلس اداؤه هيبقى مميز ان شاء الله. تمام. احنا سعداء جدا باسره الاستاذ محمد الحسيني. كل فرد فيها فعلا زي ما وعدنا المشاهد انها اسره مميزه، مش اسره مميزه بس، كل فرد فيها فعلا مميز لدوره، دوره اللي بيأديه فعلا زي ما بنقول دايما في بناء هذا الوطن، دور ايجابي. بشكركم كلكم، بشكر استاذ محمد حسيني واستاذه اماني وافراد الاسره كلهم، بشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا، والى اللقاء في نفس الميعاد وحلقه جديده من بيت العيله.